متتبعي قناة سان فرانسكوريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء اللي غادي نناقشوا فيه المشكل تاع الارتفاع الاسعار خلال كل رمضان. في كل رمضان تيطرح مشكل تاع الارتفاع الاسعار، ولكن تيطرح مع مشكل اخر هو هذا الجمعيه تاع حمايه المستهلك اللي كاينه كثيره في المغرب. اشنو هو الدور ديالها ومدى الفعاليه ديالها؟ باش نناقشوا هذا الموضوع هذا غتنستضيفوا السي علي شتور، رئيس الجمعيه المغربيه لحقوق والدفاع عن المستهلكين. سي علي مرحبا بك. تحيه لك ولقناه الانفاس بريس واللي هي الهادفه والمميزه، وتحيه لجميع المشاهدين والمشاهدات داخل هذا الوطن وخارجه. سي علي، قبل ما سي علي، كل رمضان تيطرح هذا المشكل تاع الارتفاع الاسعار، علاش ترتفع الاسعار في رمضان؟ احنا كنستقبلوا هذا الشهر الكريم للمره الثانيه في الظروف ديال هذه الجائحه ديال كوفيد 19، وبالنسبه للارتفاع ديال هذه الاسعار هو راجع للوسطاء والسماسره وراجع للمضاربين، لان ملي كنشوفوا ان، نعطي على سبيل المثال الفلاح كيبيع بواحد الثمن، فاش كيوصل لعند المستهلك كيولي بثمن مضروب في 4 أو 5. على سبيل المثال غادي ناخذوا السمك، ان السمك كيتخاد حاليا كيتخاد من على ظهر البواخر بالجمله ب2.50 دراهم، وكيدخلوا فيه الوسطاء وتيدخلوا فيه السماسره وكيوصل لعند المستهلك ب20 درهم و25 درهم، ماشي مضروب في 5 ولا 4، راه واحد العدد كبير. شنو النوع تاع السمك اللي تهضر عليه؟ يعني السمك السردين. السردين اللي هو الاكله الشعبيه، وماده اللي هي تقريبا اساسيه في على حساب المستهلك المغربي، لان القدره الشرائيه حاليا انها اخذت في اسمه في واحد هبوط، لان كاين واحد العدد كبير ديال الناس اللي فقدوا بهذه الجائحه اللي كانت تكلمنا عليها، فقدوا العمل ديالهم، والناس اللي كانت عندهم واحد كيجيبوا واحد بعدا واحد البركه باش كيتمشاو بها وباش كيشوفوا بها البطن، وما دابا مابقاتش عندهم، ولا الانسان رجع الى كان عنده واحد حاط واحد شي بركه تمشى بها، هذا الى كان عنده. ولكن شنو الدور ديالكم انتم كجمعيات تدافع عن حقوق المستهلك؟ احنا بالنسبه لنا كجمعيه مغربيه للدفاع عن حقوق المستهلك المنضويه تحت لواء الجامعه المغربيه للدفاع عن حقوق المستهلك، احنا عندنا واحد العمليه اللي هي عمليه تحسيسيه، وحنا دائما كنعملوا دائما في التوجيه والدفاع عن هذا المستهلك اللي هو دائما كيقلب على واحد اللي غادي يكون يدافع عليه ويكون بجنبه، لان وبالاخص في هذا بحال ما هذه الظروف وبحال ما هذا، احنا بالنسبه لنا دائما معاه، وعندنا واحد اسمه شبابيك ديال الحمايه شباك المستهلك المحترف، اللي هو دائما راه الاشاره ديال هذا المستهلك في جميع المشاكل ديالو في جميع النزاعات ديالو، وحنا دائما رانا. ولكن بين المؤاخذات التي تتاخذ عليكم هو انكم يعني تكتفيوا غير باصدار البيانات والبلاغات، ولكن ما كاينش عندكم واحد لامباكت على المستوى الواقع، تتخرجوا للتيران تدافعوا على المستهلك على المستوى الواقع على المستوى الارض. حنا كنخرجوا كنديروا عمليه تحسيسيه، وكنمشيو للاسواق وكنمشيو لي غروند سيرفاس كما تيقول المحلات التجاريه الكبرى وكنشوفوا، ولكن الوقت فاش كنلقاو واحد الاشياء اللي هي خارجه على القانون، بحال بمعنى ان لقينا واحد شي مواد اللي هي الصلاحيه ديالها انتهت ولا هذا، حنا في ذاك الوقت كنعيطوا على الناس اللي هما ولا الجهات اللي هي مسؤوله كالقسم الاقتصادي كالمكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتوجات الغذائيه، وكنجمعوا وكنديروا واحد التقرير في هذا المجال، وكيتبع وذاك التقرير كيتبع المجرى ديالو. وعندكم الحق التدخل شو شي خلل في السلع؟ حنا كندخلوا، ولكن كندخلوا بمعنى ان كنتصلوا بالسلطات المعنيه اللي باش ما يكونش تداخل
بين في العمل ديالنا. السبب تاع السؤال ديالي هو ان كاين من بعد من بين المطالب تاع الناس تاع جمعيه حمايه المستهلك وهذاك المطلب تاع التقاضي حتى هما يدخلوا كطرف مدني في بعض الدعاوى اللي هذا من بين المطلب لان الرئيس السيد الخراطي اللي ما كيمكنش في اي وقت ولا في اي مناسبه ولا هو كيطلب بان خص هاد الحق في التقاضي باش لان حنا دابا الجمعيات كلها الايادي ديالنا حنا مكتفه لان كنوصلوا كتكونوا شكايات كنوصلوا حتى لواحد اسمو حنا دابا حاليا شنو كنديروا؟ كنوصلوا لواحد اسمو اللي هو توافقي واحد هذا اللي هو توافقي بين المورد وبين المستهلك ولكن ما كنمشيوش للتقاضي وهذا هو كنتمناو وعما قريب باش يكون عند الجمعيات ديال حمايه المستهلك الحق في التقاضي. هذه الخطوه تاع الحق في التقاضي اشنو القيمه المضافه اللي غتزيد للجمعيه تاع حمايه المستهلك؟ كنوليو كنازروا هذاك المستهلك في المحكمه وكنكونوا نوقفوا الى كنبداو مع المستهلك من الاول من ا حتى دو ا زد كنوقفوا معاه وتيكون دائما كيحس براسو بان راه بجانبه ولو في المحاكم. كاين مجموعه من الجمعيات تاع حمايه المستهلك على الصعيد الوطني. ما جاتش كم واحد فكره وكاين ثلاثه الجمعيات اللي كبار ما جاتش كم واحد فكره تاع التنسيق ما بين هذه الجمعيات تولي جمعيه واحده تدافع عن حق المستهلك ما يبقاش هاد الكثره تاع الجمعيات. مساله ماشي كثره الجمعيات ولكن الجمعيات كل واحده من الموقع ديالها كتخدم وحنا كنا كنخدموا بيد واحد عندنا يد واحده ما كاش غادي نقول بان الجمعيات كلهم الحمد لله متحده راه ما كاينش واخا كيبان لك كثر الجمعيات ولكن متحده ودائما كنخدموا تحت واحد القانون 31-02 ما كنخرجوش عليه حنا ما كنخرجوش على واحد القانون ديال واحد ما كنقولوا بان ديك الجمعيه كتخدم في واحد القانون وهذاك لا كنخدموا كلنا في واحد تحت واحد القانون اللي هو 31-02 وشحال تقريبا كاينه من جمعيه في المغرب؟ بالنسبه لنا حنا كالجامعه المغربيه لحقوق المستهلك تقريبا واحد 70-80 جمعيه الا ما قلتيش 100 ان شاء الله اللي من ضاويه تاع الجامعه اللي من ضاويه تحت الجامعه المغربيه وتتغطي جميع التراب الوطني ولا غير المدن الكبرى تقريبا جميع المدن المغربيه بما فيها نقولوا ولو كاين هنا واحد المناطق اللي انت ما غاديش هذا كتلقاه في مناطق اللي هي نائيه كنلقاو فيها جمعيات اللي هي خدامه كتعمل في هذا المجال. نرجعوا للقضيه تاع ارتفاع الاسعار في رمضان، البعض تيقول بان المشكل هو متعدد، واش تتفق مع هذا الراي؟ يعني السبب متعدد لارتفاع تاع الاسعار، يعني حتى المواطن بعض المرات هو تيساهم في هذه القضيه هذه. هنا غادي نقول لك بان المواطن حتى هو ولا المستهلك المغربي راه كيساهم حتى هو في هذا في هذا في هذا في هذا اسمو في هذا الارتفاع بمعنى الاقبال الكثير بحال ما في هذا الاسبوع الاقبال الكثير ولا الكبير على المواد الاستهلاكيه وهذا الاقبال الكبير والتبضع بواحد الكثره وهذا فين كيمشي هذا ملي الانسان كيشري واحد المشتريات اللي ماشي في حاجه اليها غادي في ثلاث ايام ولا اربع ايام غادي تولي النص ولا بغينا نقولوا الثلث ولا النصف ديال هذاك المواد كتلاح في القمامه وهذا شيء حنا ندينه شيء ندينه وكنقولوا كفى من الاستهتار في هدر المواد الغذائيه اللي هي النعمه واللي كيعرف الحق ديالها هو اللي الان ما لقاهاش. ولكن انتم كجمعيات واش ديروش حملات تحسيسيه قبل من بحال الدخول بحال المناسبات هذه باش توعيوا الناس بانهم ما يكونش الافراط في شراء المواد والسلع؟ حنا هذه هي العمليه وحنا خدامين فيها حاليا وخدمنا فيها ابتداء من قبل من الدخول ديال شهر رمضان خدامين فيها اعلاميا العمليه التحسيسيه ما كنقولوش على حسب بان نخرجوا ندوروا ولا راه كاين بزاف ديال المجالات اللي يمكن باش توصل لذاك المستهلك العمليه التحسيسيه بما فيها الاعلام والاعلام هو ديك السلطه الرابعه اللي انهم هو الاعلام اللي كيشوفوا واحد العدد كبير في جميع المناطق داخل وخارج الوطن وكنديروا واحد العمليه التحسيسيه في المناطق اللي احنا فيها على حسب المدن ولا المناطق اللي فيها وكل واحد من الموقع ديالو كل جمعيه من الموقع ديالها راه خدامه في كل يوم في بالاخص في الاسواق الاسبوعيه اللي كيجيو الناس من كل هذا كنلقاو فيها الناس اللي كيدخلوا الجمعيات اللي كيدخلوا كيديروا عمليه تحسيسيه. سي علي شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريب شكرا جزيلا والى لقاء جديد ان شاء الله.